بسكت المعمول، سميد ناعم 500 جرام، وماء ساخن 400 جرام. نحرك جيد ونوضع زبدة 300 جرام. نحركهم جيد ونتركهم نص ساعة يرتاحوا. بعد نص ساعة نوضع دقيق أو طحين 500 جرام وخميرة 10 جرام وقليل من الفانيلا. نحركهم ونعجنهم كويس، تقريبا نقعد 10 دقائق نعجن فيهم مثل هيك، لازم يكون في مقطع. نجيب العجوة وبنوزن، ممكن بالتقدير، أو أنا بعمل على الميزان 30 جرام القطعة، أنتم ممكن تعملوا بالتقدير. وبنحشيها ممكن في أي قالب متوفر عنا، بنوضعها بالدقيق، بنوضعها في القالب منشان ما تلزق في القالب. شايفين محلاها؟ نوضع قليل من الماء والبيض، قليل من الفانيلا، وبندهنهم، نخبزهم على فرن حرارة 180 درجة مئوية. ممكن نعملهم بالشوكولاتة، ممكن نغلفهم. صحة وألف عافية، مع السلامة.